الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اهربها عند التامة والصلاة القائمة. آتي محمد وسيلة محمد بس مقام حياته. أجيب لك مصحف. السلام عليكم، حياك الله شيخ. حياك الله. أنا أقول يعني ما يقول لي صح ولا غلط، يعني أنت في الدنيا نافس بكل قوة، شد حيلك فوز، لكن يعني سواء اذا خسرت او يعني انت انا اتكلم عن اي عمل اخر خارج من التجاره ولا شيء ولا اي شيء في الخارج، مثلا صار في مثلا غش لا سمح الله او في احد خدعك او شيء، انت تحاول تاخذ حقك، لكن في النهايه اللي حتخسره سواء من خساره او من غش او من كذا، يعني اتكلم طبعا شيء في الحياه، شيء واقع عمل، شيء في تجاره معينه ولا بيع معين، لك سيحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، انه يعني خلاص يعني يكون قلبك معلق بالدنيا، يعني خلاص الحمد لله عادي، انا احشد حالي وقت وقت الشغل، لكن في النهايه الارزاق بيد الله، ولو في حاجه من حقي حجيني، وفي حاجه انا استحقها الله حيعطيني هي، والله سبحانه وتعالى هو اللي هيسرها لي.
ما أخلي قلبي مثلا معلق ويضايقني نفسيا أو يعني يزعلني. أنا هذا أحس الدرس مستفاد، ولا أنت شو رأيك؟ ولا في درس أعظم وأحسن؟ هذا درس عظيم. يعني ما يقدر الواحد يدخل في المنافسة إلا هو معرض لبعض المشاكل، آفات يعني نسميها. للأسف أحيانا حتى الواحد ما يكون هو ما وده إنه يشتغل فيه. أنت دخلت في التجارة وأكيد يعني يمر عليك موقف زي كده، إنه ممكن تجيك فكرة معينة كان عادي إنك تقولها لصديق ولا كده، بس خلاص حيجي عندك موقف إنه أي حاجة ممكن أقولها ممكن يسبق إليها وبشكل يحرقها ولا يخدمها يعني. يعني حتى لو إنه أنا ما عندي مشكلة في الفكرة إذا اتطبقت كويس حفرح بها يعني. يعني في ناس كده ياخذ الفكرة يسربها ويطبقها تطبيق سيء، فأنت تضطر إنك تكون من أهل الكتمان وإنك تتحسس من أشياء الشخص العادي ما يتحسس منها، لأن هذا نظام المنافسة كده. إذا دخلت في سلبيات. لا شوف، يعني أنا أحس، يعني الحين قاعد أفكر في أشياء تعلمت خلال الشهر أو 3 شهور الماضية من التجربة، إنه في حقوق كثيرة لك، حقوق هي بالفعل حقوق، لكن مو شرط إنك تستلمها لسبب أو لآخر. أحد مو شرط تجيك حقوق، والله في حقوق. أنا نفسي في يعني لي حقوق كثيرة عند ناس كثيرين، بس يمكن مو كلها استلمها، وبعضهم والله أهل خير وأهل صلاح، ربما مكاتب دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله هذا واقع، في حقوق معينة، بس إيش؟ يا أخي خلاص، يعني في النهاية تسعى قدر المعقول تأخذ حقك، بس إذا ما جاء الحق والله إنه الله يعوض. عادي، ضاع المنافسة، ضاعت المسابقة هذيك، ضاعت التجارة هذيك، ضاع المبلغ الفلاني، هذا ما جاء، هذا ما جاء. طالما أنا أخذت بالأسباب، هزي إليك بجذع الشجرة تساقط عليك رطبة، عملت بالأسباب زي ما علمنا الله سبحانه وتعالى، لكن مسبب الأسباب سبحانه ما يسر لي إن هذا الشيء يتحقق، الحين أتعلق بالله سبحانه وتعالى مباشرة وخلاص، ما ضيق نفسي على الدنيا زائل. هاي النظرة حقتي حاليا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ نتقى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أتقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما كان المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص. سلام، أهلا، حياك الله شيخنا، الله يسعدكم، الله يحفظكم، الله يوفقك شيخ، الله يجزاك خير. سلام طال عمرك، حياك الله سلطان. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون.
من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. شوف ان انا كنت من هنا، انت من حقة امس هذا، من جل اخوتي يوسف. ما عندي مشكلة، بس انا ليش انا اقول لكم؟ لانه يشغلوها، فلما يشغلوها احس انه خلاص تفصل. والله نعيش معاه في الصلاة. طيب من هنا اقترح انه من وجه اخوته يوسف إلين الركعة الأولى، الركعة الثانية إلين. لا والله، سلام الشيخ، كيف الحال؟ كيف الحال؟ طيبين؟ بالتوفيق لكل واحد حيطلع، يعني على فوق، وغالبا الوفاد حيكون رقم واحد اليوم بعد المسرحية غالبا. وانتم ما شاء الله عشان الهدهدة هذه فتطلع فوق شويتين، الله يوفقكم يا رب. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. السلام ورحمة الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في أعوذ بالله السماوات من الشيطان والأرض، الرجيم. لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيد يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تقتئس بما كانوا يعملون. لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
القارب بالخرب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا يا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ مسفرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام.